شكيب بن موسى وزير التعليم يعطي معطيات جديدة عن المترشحين لمباراة الأساتذة أطر الأكاديمية. والسؤال دائما مستمر، وما مصير الطالب الذي حصل على ميزة حسن في البكالوريا والإجازة وعنده 31 سنة؟ هل فكرت السيد الوزير في مصيره؟ لديك مجموعة من التعليق، فقبل أن تبدأ الفيديو لا تنسى أن تعطينا رأيك بخصوص هذا الموضوع. والآن نبدأ على بركة الله. قال وزير التعليم أن عدد مترشحين بلغ 105,102 مترشحا، 1800 مترشح منهم حصل على البكالوريا بميزة حسن جدا، 11,140 بحسن، 30,496 بمستحسن، و 61,914 بميزة مقبول. وبينتهم اللي متحصل على الإجازة بميزة حسن جدا 514 مترشحا، بحسن 4,247، 28,051 بميزة مستحسن، ثم في الأخير 61,068 بميزة مقبول. ثم قال وزير التعليم هذه الأرقام تكشف أن عددا من المتفوقين دراسيا يرغبون في ولوج مهنة التعليم. يعني هذه الإحصائيات ديال كاين بزاف متفوقين كيدلوا على أنه قطاع التعليم غيتحسن، وهذا الشيء أكيد اللي عرضوا بزاف المعلقين وقالوا العكس ديالو أنه الإصلاح ما غيكونش بحال هكا. ورفض بن موسى الاستمرار في النقاش والحوار بخصوص القرارات التي يتخذها، وقال لا يمكن أن نفتح حوارا كلما أردنا اتخاذ قرار، خاصة أن التشخيص أصبح واضحا والكل ينشد إصلاح التعليم. وفي الأخير هذا تعليق، ميزة حسن وحسن جدا، وجه مسكين للتعليم قبح الله الفقر، لماذا لم يختار هؤلاء الطب أو الهندسة أو أو أو؟ لكن نصيحتي لهم، ستندمون على هذا الاختيار عاجلا أم آجلا، لكن قبح الله الفقر. هذا كان كل ما يتعلق بخبر اليوم، لا تنسى دعمني بلايك تقديرا لمجهوداتنا، الأمر لن يأخذ منك إلا تواني، فلا تبخل عنا بذلك. دمتم في أمن الله، والسلام عليكم.